لمينا العامة، لمينا العامة الحزب الجمهوري، أنت اليوم هبطت في للمشاركة في الجدار البشري اللي اليوم أقروه النواب المنسحبين كحركة يختموا بها تحرك أسبوع الرحيل، كان تعطينا لمحة في أي إطار يتنزل التحرك هذايا وشنو مدى استعدادكم وتمسككم بمطلبكم وهو حل الحكومة وتأسيس حكومة إنقاذ؟ اولا التحرك سوف لن ينتهي ولن نعلن نهايته الا باسقاط هذه الحكومه الا والانطلاق في مبادره انقاذ الوطن عبر حكومه انقاذ وطني تتراسها شخصيه مستقله ومواصفاتها الناس كل تعرفها، برنامج الانقاذ الوطني عبر مقاومه العنف ومقاومه الكراهيه. اليوم اللي جاي الباردو للقصبه يشوف التواصل اللي بين المواطنين والمواطنات، يشوفوا النواب المعتصمين يدهم في يد الشباب، نساء، رجال، كبار، صغار، الغنيين، الفقراء، التوانسه. التوانسه رسالتهم واحده، رانا اليد في اليد، ماناش مسلمين ورانا مواصلين ورانا عندنا نفس من اجل تونس، ماناش مسلمين الا وحكومه الانقاذ قد تشكلت. هذه رساله مثابره ورساله تواصل ورساله اسراء. شنو هي الرساله من انه تربط الحزام هذا من ساحه باردو الى ساحه القصبه؟ الرسالة هي كل التونسيين مع بعضهم من أجل إنقاذ الوطن، كنا نجم نعملوها في أي مكان آخر، الأساس أنها فما السلسلة هذه، طبعا فما رمزية ساحة القصبة وساحة الحكومة، نريد لهذه الحكومة أن ترحل لأنها رحلت بعد التوانسة هذوما راهي رحلت من قلوبهم ومن عقولهم ومن تصوراتهم، عليها أن تفهم هذه الرسالة وأن ترحل. وراهو التعنت وراهو الاصرار هذايا راهو مضر لتونس، بهز تونس للهاوية وللدمار. رسالة واضحة، التوانسة مع بعضهم أينما كانوا، وإن شاء الله نعمل سلسلات بشرية في حتى جهات أخرى. مواصلين في التحرك نتاعكم؟ لن نتوقف حتى رحيل هذه الحكومة.